الفلاح الذي أصبح طبيباً، حكاية من التراث الفرنسي. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هنالك فلاح يعيش مع زوجته، وكان الفلاح غريب الأطوار. أوه يا إلهي، ماذا أفعل؟ ماذا أقصد بفرح؟ سأريك الآن، نعم سأريك. يكفي، إنه فعلا غريب الأطوار. أنا آسف. كان يعتذر منها بعد ذلك، لذا سميته غريب الأطوار. خذي. كانت زوجته المسكينة تبحث عن وسيلة تخلصه من هذه العادة. وفي يوم من الأيام رأت زوجة الفلاح أحد ضباط الملك. الملك بحاجة إلى طبيب ماهر، هل يوجد بالقرب من هنا طبيب؟ هل تعرفين طبيبا جيدا؟ لقد ابتلعت ابنته عظم سمك. وفكرت زوجة الفلاح وقالت لنفسها، هذه فرصة لمعاقبة زوجي. زوجي طبيب بارع، وإخراج عظم السمك أمر سهل بالنسبة له، ولكن ماذا؟ إنه كسول ولا شيء يغريه لتطبيب المرضى، وإذا أردته أن يعالج مريضا عليك بضربه ضربا شديدا بالعصا. ضربه بالعصا؟ نعم، إذا فعلت ذلك عندئذ سيعالج الأميرة ويشفيها. يا له من رجل غريب. حسنا، سنضربه بالعصا. ها هيا. وهكذا أخذ الضابط السعيد الفلاحة إلى القلعة. ترى ماذا سيحدث الآن؟ حضر الطبيب. أيها الطبيب، أنت الذي ستشفي ابنتي من مرضها؟ ها؟ أنا كلا، أنا لست طبيبا، أنا فلاح بسيط ولا أعرف شيئا في الطب، صدقني يا مولاي. أيها الضابط، هذا الرجل يقول إنه ليس طبيبا، هل هذا صحيح؟ سمعته يا سيدي، وسيعترف بعد قليل، أرجوك أن تنتظر. خذوه. ما الذي تريد أن تفعله بي؟ اسمع جيدا، أعرف أنك طبيب وأعرف أنك كسول، من الأفضل لك أن تعالج الأميرة. أنا فلاح لا أستطيع شفاء أحد. لقد ضربوا الفلاح ضربا مبرحا، معتقدين بأنه طبيب كسول. والآن هل أنت الطبيب الذي سيعالج ابنتي؟ ها قل لي. أنا فلاح. أيها الضابط، هل هذا الرجل طبيب أم لا؟ ها؟ اضربوه إذا. ولم ينفع الفلاح توسله وبكاؤه، لذلك وافق أخيرا وقال، حسنا أنا طبيب وسأخرج العظمة. نعم طبيب. أيها الضابط، هل هذا الرجل طبيب؟ ها؟ نعم يا مولاي. وهكذا اقتيد الفلاح إلى الأميرة على جناح السرعة. منذ أن علق العظم في حلق الأميرة وهي لا تستطيع أن تتناول الطعام، فهزل جسمها وضعفت. هذه هي الأميرة، يجب أن تخرج العظم في أسرع وقت، مفهوم؟ وفكر الفلاح وقال لنفسه، لا سبيل أمامي، يجب أن أخرج العظم من حلق الأميرة وإلا. والآن يا أميرتي، أرجو أن تفتحي فمك الكريم، هيا.
أوه، لقد دخل الحظم إلى العمق ولا يمكنني أن أصل إليه بيدي، وربما العصا. أوه، كلا كلا، لن تنفع العصا. السبيل الوحيد لإخراجي هو هبوب ريح قوية من داخل رئة الأميرة. أوه، ماذا أفعل؟ يا إلهي، ماذا أفعل؟ لابد أن تعطس. هذه فكرة رائعة. نعم، رائعة. والآن أرجوك أن تعطسي. ماذا تفعل؟ أنت غريب فعلا. أنت مضحك، ما هذا؟ وبجهد بسيط استطاع الفلاح أن يشفي الأميرة. لقد أخرجت العظم، يا لك من طبيب ماهر، ماذا تريد أن أمنحك؟ أعطوه الكثير من الذهب، أعطوه. وفي اليوم التالي قرر الفلاح مغادرة القصر حاملا كيسا مليئا بالقطع الذهبية. انتظر. أرجو أن تعالج هؤلاء الناس قبل عودتك، أرجوك، إنهم مرضى. حالما سمع الناس بالطبيب البارع تجمهروا أمام القصر طالبين منه أن يشفيهم. إذا رفض الفلاح طلب الضابط فسوف يضرب ضربا مبرحا بالعصا، سيما وعدد المرضى كبير هذه المرة. دكتور، عندي آلام في العظام، لا أستطيع السير، أرجوك عالجني يا دكتور، أرجوك أرجوك. رأسي يؤلمني أيها الطبيب ولا أستطيع الرؤية جيدا، أرجوك ساعدني. وأخذ الناس يتوسلون إلى الطبيب، وكل واحد منهم يرغب بأن يكون المريض الأول الذي يعالج من قبل هذا الطبيب، وأخذوا يتدافعون ويصرخون. أنا دكتور، دكتور، أنا دكتور، أنا الأول، أنا. يا لحسن حظ الفلاح، لقد بدت لذهنه فكرة رائعة. حسنا، سوف أعالج أمراضكم جميعا بوصفة طبية واحدة. واحدة جميعا؟ طبعا. أطلب منكم أن تحرقوا مريضا لا أمل في شفائه في ذلك الفرن. إنه مدون في كتب الطب بأن الرماد دواء جيد ومفيد لجميع الأمراض البدنية. طبعا يؤسفني أمر المريض الذي سيحرق، ولكن لابد من التضحية في سبيل إنقاذ كل هؤلاء المرضى المساكين. ما رأيكم؟ من منكم سيضحي في سبيل الآخرين؟ أنت أنا؟ لا، كلا، لقد شفيت، انظر، كلا، لقد تحسنت كثيرا، عظامي سليمة، أستطيع المشي، نعم، إنني شفيت. مع السلامة. إذا أنت أيتها العجوز. من؟ أنا؟ كلا كلا، لقد تحسن رأسي وأستطيع الرؤية جيدا، إني أسمع جيدا، أنا بخير، نعم أنا بخير. وداعا. وداعا. خوفا من الحرق في الفرن هرب جميع المرضى مدعين سلامة أبدانهم. أنا بخير. لقد شفي كل هؤلاء الناس، إنه طبيب بارع، ضاعف له المكافأة. أمرك سيدي. وهكذا عاد الفلاح إلى قريته سعيدا وبحوزته كمية من النقود الذهبية. أما زوجته فقد قلقت عليه في بادئ الأمر ولم تستطع النوم، وعندما رأته عائدا سليم البنية فرحت كثيرا. زوجي زوجي زوجي
زوجتي العزيزة. زوجي الحبيب. وفرح الاثنان فرحا شديدا. من يومها لم يضرب الفلاح زوجته الطيبة، وعاشا بعد ذلك عيشة سعيدة.